ها واحد القداري تبارك الله، اللهم بارك. تنياك 46 46 الاخوان. ها واحد الخير ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظك ليا. وبالنسبه لهدف الرادي الاخوان عطاوه 75. السردي شحال يجيب؟ هذا يجيب واحد جوج الملايين. ها؟ السردي يجيب جوج الملايين. كون كانت غير الزويويقه هنايا شويه كحله هنا وشويه كحله هنا يجيب الثمن. تبارك الله، حولي ملكي، حولي ملكي يا الاخوان. ابن عمر قول لنا السوق كيفاش داز مع الصباح؟ ما كاين على الخيرات تتكب. تبارك الله ما شاء الله. مرحبا بالدريويش ياك. 20000 22000 اللي واكل الواحد. الله يبارك. دوي لنا على السلاله ديال بجعد. السوق ديال بجعد والسلاله ديال بجعد الاخوان السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كيف وعدناكم الاخوان بالسلسله ديال الاسواق، حاليا حنايا مكملينها وعلى هذا التعب الاخوان ما تنساش معك لايك كومونتير سبسكرايب. انا حاليا دابا كنتواجد في خميس بالجعد الخوت، واللي لاحظت بزاف في خميس بالجعد الخوت اول مره غادي نلاحظها انه كيتباعوا الزرابي هنايا ديال العيالات ديال التعاونيه الاخوان. ودابا انا الرحبه راه باقا لقدام الخوت، يعني بقاش بدا ديال الطريق وبقى الله فيق خوكم. يلا لا تسقاو، نمشيو نتعرفوا ان شاء الله باذن الله على الاثمنه ديال الخرفان وبالسلاله ديال بجعد، السردي ديال بجعد الاخوان. نمشيو نتعرفوا على الثمن ديالو مقارنه بالسردي الاصيل اللي معروف في بني مسكين وفي البروج الاخوان. ويلا نمشيو نتعرفوا عليه. ولا كنتي انت اول مره كتشوفنا ما تنساش معك واحد لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع صحابك. وشعارنا ديما هي هذيك الله يغلبنا عليهم. وبالنسبه للسوق ديال بجعد الاخوان راه كبير بزاف، عرفتي راه من الصباح وانا غادي والرحبه راه هي في الاخر ديال هذا الشارع هذا. دابا تقريبا 6:24 الخوت، ها هي 6:24 وباش توضح 6:24 قال لك تحركوا ترزقوا. وهذا الفيديو هذا مصور بتاريخ 9/5/2024 الخوت. واخيرا وصلنا الرحبه، اخيرا شحال دايره تقريبا هاد الخروف هاد؟ 60 3000 درهم الاخوان، الله يبارك. هادي هي الخروفه الاخوان ديال بجعد، هي هادي شو. السلام عليكم، كي داير ابويا؟ شحال الثمن ديال هاد الخير تبارك الله؟ 38 بالجعد الاخوان، خروفه ب 38، اللهم بارك. ها انتم الاخوان هذا راه شاريها، الله يسخر لك الامور. ايوا الاخوان هذا هو السوق ديال بالجعد، اللهم بارك، خميس بالجعد الاخوان. دابا غادي نغطسوا لداخل باش نجيبوا لكم الاثمنه الاخوان، اللهم بارك. كيف كتلاحظوا السوق راه عامر عامر الاخوان بزاف. دابا غادي نغطسوا، الى كنتي مستعد دير معك لايك كومونتير والبارطاج، ويلا نمشيو نتعرفوا لكم على بعض الاثمنه ديال الخروفه والخروف العياده الاخوان. يلا على بركه الله وشعارنا الله يغلبنا عليهم. وعلى الدخله الاخوان غادي نبارطاجي معكم الخروفه البجعديه، هذه خروفه ديال بجعد اللهم بارك، غادي نبارطاجيو معكم ان شاء الله الثمن ديالها وقارنوا ديروا المقارنه بالاسواق اللي دوزنا. السلام عليكم، شحال دايره هاد الخروف هادي؟ 54000 الاخوان، 54000 اللهم بارك. هادو كاملين؟ هادي عطاوها 3000 درهم، هادي 3000 درهم الاخوان ومليحه اللهم بارك. ها هي 3000 درهم الخروفه البجعديه اللهم بارك. والله يجيب لك تيسير. اش داير السوق اليوم؟ السوق غالي يا خويا، غالي. لا اله الا الله، الله يلطف الله يلطف. سير الله يسخر الامور. هذه ثاني خروفه الاخوان، غنبداو بالخروفه اليوم ان شاء الله باذن الله. هذه الثمن ديالها شحال اخويا؟ 31000، 31000 اللهم بارك. شي على شي الاخوان ب 31000. هذه غتكون بشي 36 ياك تقريبا الفرادي بحال هكا، شي 36 الاخوان اللهم بارك. خروفه مليحه ومتكتكه اللهم بارك اللهم بارك. هادو بديريين اللهم بارك الاخوان ديال سلعه بجعد اللهم بارك الخوت. هاتوما القداريه ديالها، هذا ديال الدراويش الاخوان. غادي نسولو على الثمن ديالو شحال. السلام عليكم. السلام عليكم. كيدير خويا شحال الثمن ديال هاد الخير؟ 5500.
52 و 500 ريال، 52 و 500 اللهم بارك الخوت، سلعه زوينه ما شاء الله، والسلعه ديال بجعد راه كتبقى حتى هي سوبر الاخوان ديال اللحم اللهم بارك والكاليتي. اللي بغى يعيد الاخوان راه بجعد راه كيبان ليا مقارنه بالسر ديال الخوت كيبان ليا طيح فيه شويه الثمن. اللهم بارك، اللهم بارك الاخوان، تبارك الرحمن، هذا الخير هذا تبارك الله ديال بجعد مدكوك الخوت، اللهم بارك، اللهم بارك الاخوان. غنسولوا على الثمن ديالو شحال وغادي نتعرفوا عليها الاخوان. السلام عليكم. السلام خويا بخير، شحال الثمن ديال هذا الخير تبارك الله؟ وعطينا فيهم 81. عطيناك 81، 81000 الاخوان فهذو، اللهم بارك الاخوان، تبارك الرحمن، زوينين. والقدر الخوت شو اللي ده، شو قدر اللهم بارك، سلعه زوينه ما شاء الله. اللي بغى يعيد الاخوان راه بالجعد راه كتبان لي راه ناقصه الثمن مقارنه على السر ديال الخوت، اللهم بارك. ها انتم الاخوان موجود الخير تبارك الله في بالجعد، الله كل شيء الله. غادي نشوفوا هذه السلعه ثاني شحال الثمن ديالها. السلام عليكم. السلام عليكم خويا بخير، الله يحفظك. شحال الثمن ديال هذا الخير تبارك الله؟ 79 اخويا، 79، 79 الاخوان الله يبارك، سلعه زوينه ما شاء الله، 79 اللهم بارك الاخوان. والله الا ثمن في المتناول صراحه مقارنه بالاثمنه اللي شحال الحاول قياس في المتناول هذه السلعه بالجعديه الخوت، الله يبارك. شو شو خير راه الفلوس اللي تيبث والله يجيب لك تيسير اخويا، الله يجيب لك تيسير. هذا الاخوان ب 75 اللهم بارك، 75 تبارك الرحمن. ها انتم الاخوان كيف كتلاحظوا، وانتم غديروا مقارنه ما بين السلعه ديال البجعد السرديه اللهم بارك. الغلم الصفراء راه موجوده تبارك الله، والثمن ديالها راه مناسب. هذه سرديه هذه مخشيه هنا تبارك الله عليه، الله يبارك فيك اخويا. كيدير هاني صحيح، الله يبارك فيك. شحال داير هذا الخير تبارك الله؟ 80 عطاه، 80 عطاه 80 الخوت، 4000 درهم اللهم بارك. هذه سرديه الخوت الله يبارك، 4000 درهم. الخير موجود ياك؟ موجود تبارك الله، كل شيء عيد ان شاء الله، كل شيء عيد الله يحفظك. 50 60 70 80 والله الا كاينه، كاينه السوما هذه لعبنا نتخلع 120 130 كاين حتى حاجه، ما كاين والو، كاين والو، لا اله الا الله، الله يحفظك. هما السلعه الصفراء الخوت راه موجوده ياك، موجوده العميم دراهم 90 85 الله يجعل البركه، من 90 من 90 85 حتى 100 120 المليح، المليح المليح الخوت اللهم بارك. هادو شحال دايرين ابويا هادو دابا؟ 72، هادو 72 اللهم بارك الخوت، شو الله يبارك، الله يبارك، 72 اللهم بارك. السلعه الصفراء الخوت راه ناقصه شويه الثمن، اللي بغى يقضي الغراض يجي البجعد. الاخوان ها هو المليح ثاني ما شاء الله، الكرون ما شاء الله والزين تبارك الله ما شاء الله. شحال الثمن ديالو هذا ابويا؟ 84 اللي عاطينو هذا، 84 الاخوان، والسلعه قداريه. شوف سمونيه الخوت، اللهم بارك تبارك الرحمن، 84 الخوت. وبالنسبه لهذا ابويا شحال؟ هذاك 75، 75 الخوت، 75 الله يحفظك خويا، 75. شو الزين ما شاء الله الاخوان تبارك الرحمن، شو هذا الخير تبارك الله. غنسولوا على الثمن ديالها شحال، شحال هذا الخير تبارك الله؟ 85، 85 الاخوان اللهم بارك. الاخوان مقارنة بالسردية الخوت رانا عجبني الثمن ديال هذا السوق هذا ديال خميس بالجعدة الاخوان، كاين الثمن مرخف شوية وكاين الزين تبارك الله. الفرق ما بين الصفراء والسردية راه 20000 ريال، 20000 ريال، 20000 ريال الفرق ما بين السردية والغلم الصفراء الخوت، كاينة 20000 ريال. هذا راه دايز تبارك الله الذبيحة، بالنسبة للناس اللي ما عندهمش قدر الاستطاع أنه ياخذ سردية، أي ياخذ هذه الإخوان راه مزيانة وعندها الجودة ديال اللحوم، واللحم ديالها واعر، واللحم ديالها يطيب على الصهد الإخوان، اللهم بارك. يعني سلالة تستحق أنها تكون في الأسواق وتا هي تذبح للعيد الإخوان، مالها علاش لا، وسليعة راه زوينة. ها أنتم شوف تبارك الله ما شاء الله، والله يجيب لك تيسير. واحد السلعة ثاني ما شاء الله تبارك الرحمن، نسولوا على الثمن ديالها، هذه موايانا الخوت، نتعرفوا على الثمن ديالها. السلام عليكم. السلام خويا، شحال الثمن ديال هذا الخير تبارك الله؟ عطاه 56، 56 اللي عطاه الاخوان، 56 اللهم بارك تبارك الرحمن، والله يسخر لك الامور. اللهم كي داير السوق مع الصباح خويا؟ وبركه السوق راه ياك، الله يجعل شي بركه. انا الاخوان عشاق الصفراء، اللهم بارك، اللهم بارك تبارك الرحمن، هادو بديريين ما شاء الله تبارك الرحمن. غادي نسولوا الثمن ديالهم شحال الخوت، وبالنسبه للبدري ديال الصفراء راه مليح الخوت، راه كيكون قداري تبارك الله، اللهم بارك، الله يجعل البركه. هذا واصل العيد الاخوان اللهم بارك،
السلام عليكم خويا. عليكم السلام. كي داير خويا؟ بخير كل شيء مزيان. الله يلا بخير. شحال الثمن ديال هذا الخير تبارك الله؟ هادو خويا 50. هادو 50. هادو ب 50,000 الخوت كيف كتلاحظوا 50,000. اللهم بارك تبارك الرحمن. الله يجعل شي بركه. الله يجعل شي بركه. اللي عنده 50 راه يعيد الخوت. علاش ما يعيدش؟ تبارك الله. وهادو اخويا شحال؟ هادو عاطينهم 60. هادو عاطينهم 3000 درهم. هادو 3000 درهم الاخوان. ياك درويش يعيد كل شيء عيد. السلعه ديال بجع طايحه فيها 1000 درهم. اللهم بارك الاخوان. عيد الدرويش اللي ما عندوش اللي عنده خير موجود. بغينا كل شيء عيد ان شاء الله. كل شيء هذاك الشيء اللي كاين اخويا تبارك الله. بالنسبه عندك شي نميره اخويا يتواصلوا معك الناس يجيبهم الثمن يقضوا معك الغرض. ولكن تهلا في الناس. مرحبا. غيعيطوا لك. مرحبا. غيبرزطوك. ولكن تهلا. يلا خذ راه. يلا قول لي النمره ديالك. 06 93 93 86 86 21 21 08 08. اللي بغى تصاوب كل شيء. اللي بغى تسليعه ديال بجعد اللهم بارك. علي بن عمر تاع السعدي. علي بن عمر. علي بن عمر تحياتي. علي بن عمر قول لنا السوق كيفاش داز مع الصباح. ما كاين على الخيرات تكب. تبارك الله ما شاء الله. بغينا كاع أمة محمد تعيد. شحال داير هذاك الخير أبويا؟ قرب لي قرب. 56. شحال؟ 56. 56. 56,000. 56,000 الإخوان. مرحبا به. مرحبا بالدريويش. ياك. شحال واكل؟ قول لي شحال واكل. مرحبا بالدريويش ياك. 22,000. 22,000 اللي واكل الواحد. الله يبارك. إيه اللهم يبارك. 22,000 اللي واكل. شوف الزيونات. شوف الزيونات. جر جر لي الزين. والله إلا الزين تبارك الله. وصلي عادي البجعد راه زوينه الخوت راه غنيه عن التعريف تبارك الله. 56 الخوت. 56 اللهم بارك. والله يجيب لكم التيسير. ولينا على السلاله ديال البجعد. السوق ديال البجعد والسلاله ديال البجعد كتنتمي على الجوده. اييه. اللحم وعلى الكاليتي داكشي من داكروش. الحيمات زوينين. الرويحه زوينه. داكشي راه دابا بنادم كاع الناس ديال الدار البيضاء الناس ديال الرباط الناس ديال كيتقداو كيجيو لهنا كيتقداو من هاد السلعه ديال البجعد. تبارك الله. حيت السلعه فيها داوها وكيديو كيلقاو الجوده. كيلقاو الجوده ديال اللحم تبارك الله. ما شاء الله. وبالنسبه للثمن ديالها مقارنه بالسرديه اشنو كيبان لك الفرق؟ الفرق ديالهم شحال الثمن باش الناس تعرف؟ هي كاين شويه ديال الفرق. كاين الفرق ياك ضروري الفرق. كاين الفرق بالخصوص هذا العام. هذا العام بزاف. كاين الفرق بزاف. كيبان لي انا مني دخلت لهذ الاسواق حيت درت اسواق اخرين ولكن مقارنه لو كان هذا سردي ما تلقاش بهذا الثمن. ما تلقاش بهذا الثمن. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. بشحال مثلا كون كان هذا سردي غادي تلقاه ب 60؟ لا ما غاتلقاش ب 60. ما تلقاش. هذا غاتلقى على الاقل واحد 4000 درهم. 4000 درهم. يعني الناس الدراوش اللي باغا تعيد تلتجأ للصفراء راه مرخف فيها الثمن. الثمن المناسب. الثمن مناسب وكاينه الجوده. وكاينه الجوده ديال اللحم. تبارك الله. وتحياتي للناس ديال بجعد كاملين. تحياتي لهم. حتى هما راه كيسهروا باش انهم كينتجوا لنا هاد الرؤوس ديال الاغنام الصفراء الاخوان الشرقاويه. هذه هي الاغنام الشرقاويه اللهم بارك. وتحياتي للشرقاوه. وتحياتي الناس كاع اللي كيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. وشكرا لك بزاف خويا. انتم كنشكروكم حيت كتوصلوا الصوت للمواطن والمعلومه للمواطن في المكان المناسب. الله يحفظك والله يكبر بك. هذا شرف لينا اننا نوصلوا هذا المنتوج هذا للمواطن. بعض القنوات اييه اللي كيكون فيهم شويه ديال الزياده. لا احنا ما نديروا الزياده. احنا كنسمعوا من عند كساب. احنا متبعين القناه ديالكم. الله يحفظك. راه ما عندنا ما نقول. الله يكبر بك. شكرا بزاف. شكرا لك بزاف. شكرا. هذا الخير تبارك الله ما شاء الله. هذا سلعه قداريه تبارك الله. اللهم بارك. غنسولوا على الثمن ديال هذا القدر تبارك الله ما شاء الله ديال الغلم الصفرا اللهم بارك البجعديه. شحال الثمن ديال هذا الخير هذا تبارك؟ عطاونا 102 اولدي. عطاوكم 102. 102 اللي عطاوهم الاخوان. ولكن راه السلعه قداريه تبارك الله والظهر اللهم بارك. داك الشيء المليح تبارك الله ما شاء الله. واللي بغى يقضي الغرض في القداريه راه السوبر ديال الحولي 102 5500 درهم. ولكن راه خروف تبارك الله ما شاء الله. كي داير السوق ابويا مع الصباح؟ كاين الثمن شويه معتاد. الكساب راه الله يخرج الناس راه غاديه بشويه شويه دقه دقه. ياك. ومقارنه الغلم الصفراء بالسرديه كيبان لك الثمن كاين ناقص عليها بواحد شويه. الصفراء ناقصه على السرديه واحد شويه. ناقصه. ياك. والله يجيب لك التيسير. وشكرا لك بزاف. الله يحفظك. تبارك الله ما شاء الله الاخوان. هذا حولي زوين. حولي ملكي تبارك الرحمن. شي حاجه زوينه تبارك الله. شو لي السدير والبياض ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه هي السلعه الصفراء اللهم بارك البجعديه تبارك الله.
ما شاء الله تبارك الرحمن. شو القدر ديالها قداش الخوت؟ مليحه تبارك الله. غنسولوا على الثمن ديالها شحال. السلام عليكم خويا. 130 130 الاخوان اللهم بارك. ولكن راه حولي تبارك الله واحد الانسان مكافح كيدور كاع السواق تبارك الله ما شاء الله. الله يسهل عليه. وتحياتي للشباب اللي خدامين على راسهم، تحياتي للدراري اللي كيتقاتلوا على الطرف ديال الخبز. الاخوان الدري هذا راه كيشري الخرفان بالليل من عند الكساب وكيعاود فيهم البيع وكياخذ واحد الطريف ديال الخبز. واللي وصلني شي واحد تناخذ اللي ما عندوش. اييه اللهم بارك. وعزيز عليك غير المليح. عزيز علي المليح. علاش عزيز عليك المليح؟ حيت المليح تيجيب عدوك. كيجيب العدو. العدو. ها نعم. خردة غتبقى في يدك. ياك. اه. يا قول لي المليح كيجيب. تيجيب لك عدوك. سالينا. قول لي شحال الثمن ديال هذا الخير تبارك الله. وجر لي الخير. جر لي الخير. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. هذه السلعه ديال البجع د الخوش. اللهم بارك. هذا هو. اللهم بارك تبارك الرحمن. شحال دايره هذه تبارك الله؟ 10000 درهم. 10000 درهم اللهم بارك. هذا مطبوع بروميان. هذا الاخوان راه ديال لانو ديال الجمعيه. هذا تقدر كاع ما تعيد به. بالنسبه للناس اللي كيقولوا ما الحولي داير مليون، هذا ديال السلاله الاخوان. علاش الدري كياخذ حولي ب 10000 درهم غير الناس اللي بغات دير تحديد الناس اللي يعني السلاله ديالها تولي ناضيه الاخوان. اللهم بارك. وباش يخرج لك هذا الحولي بهذا القدر راه خصك تضرب عليه تماره. اللهم بارك. وهذه السلعه ديال البجع د الاخوان راه كتوصل حتى لهذا الحجم هذا تبارك الله. وهذا راه مطبوع بروميان فلانوك الخوش. شو هاي بروميان اللهم بارك. والله يجيب لك تيسير خويا. ها الاخر. جر لي الاخر. جر انا. تبارك الله. ها الاخر. تبارك الله ما شاء الله. هذا هو مطبوع بروميان. بروميان. اللهم بارك الاخوان. شو لي السدير ما شاء الله تبارك الرحمن. والسلعه البجعديه راه كتوصل حتى لهذا القدر هذا تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيعيدوا بهذا راه تقدر تعيد به. قول لي الثمن ديال هذا شحال؟ ب 6000 درهم. هذا ب 6000 درهم. هذا 6000 درهم باش خايدو هو. يعني الا تزادته غير 6000 ريال راه كيبيع. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. هذاك الشيء اللي كاين. على 200 درهم حنا ما عندناش مشكل. على 200 درهم كيبيع الخروف. اللهم بارك. كياخذوا من عند الكساب مع الصباح وكيبيعوا تقريبا 200 درهم حلال. اي واحد كيدير التجاره. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على التجاره. هادشي اللي كاين الاخوان. جر لي هذا هو. ها هو خلاص. تبارك الله. هذا السردي. هذا سردي. سريدي اللهم بارك. هذا الشيء معك من البارح وقيل. لا هذا سوا اليوم. اليوم شريتيه اليوم. بشحال خديتي هذا؟ 6500. 6500 درهم اللهم بارك. هذا الدري هذا راه معروف الاخوان في السواق راه كياخذ الزين تبارك الله ما شاء الله. واللي بغى شي حاجه ديال تحديد السلاله قول لي النمره ديالك. 06 45 34 09 27 27. اللي بغى الزينه الخوت وبغى بحال القدر تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حولي مليح تبارك الله مالكي. هذا هو راس السوق دابا تقريبا هنايا. هذا راس السوق الاخوان اللهم بارك. ترى السبعه هذا تبارك الله. بالنسبه للناس اللي عندها بزاف بزاف ديال الغنم يليق لي هذا في حال باش ينتج لي باش ينتج لي سلاله زوينه. هما صيني على الناس. ناس عياد كيديه. الناس الناس عياده. هما صيني على نبيع لهم حتى هذا مليون و60. تبارك الله. قسمها يعني عنده المحبين ديالو. ديالو. اي سلعه سبحان الله وهي عندها المحبين ديالها. والله يجيب لك التيسير. وشكرا لك بزاف. وتحياتي للناس ديال بجعد وتحياتي للكسابه اللي كيتقاتلوا وتحياتي للبيع وشرايه غير هو الاخوان. راهم الناس كيبيعوا على 3000 على 6000 ريال. 200 درهم. 200 درهم. هادشي اللي كاين الاخوان. راه هادشي اللي كاين. اللهم بارك. والله يجيب لك تيسير. حولي مليح تبارك الله. مليون. وبالنسبه للاخوان السردي راه هو راه داخل البجعد. راه كاين السردي اللهم بارك في بجعد. شحال شريتو هذا اخويا؟ 124. 124 بجوج الاخوان 124. والله يجيب لك تيسير. الله يجيب لك تيسير. تحياتي للناس ديال العطاويه. تحياتي لهم. ها انتم الخوت راه كاين الخير تبارك الله. كاينه السرديه السلاله السرديه حتى هي راه كاينه في بجعد الخوت. ولكن السلاله البجعديه راه غالبه على السرديه في هذا السوق الخوت. لحقها السوق ديالها. بالنسبه للسرديه الاخوان في بجعد 48000 اللي عطاوه. 48000 الله يبارك. عطاوه 48. اللهم بارك تبارك الرحمن. سلعه زوينه بديريه. شحال الثمن ديال هذه؟ 59 لواحد. 59 لواحد الاخوان اللهم بارك. ب 59. انتوما دابا غديروا الفرق ما بين السرديه وما بين البجعديه اللهم بارك الخوت.
ولكن راه كل سلاله وعندها العشاق ديالها. هذه خروفه الاخوان ب 30000، اللهم بارك اللهم بارك. ها هي الخير، اللهم بارك الاخوان. واحد الخروفه تباعوا على المباشر، غادي نعرفوا بشحال تباعوا الخوت على المباشر، اللهم بارك. ها انتم الخوت مليحه تبارك الله، خروفه جيده، خروفه مليحه، خروفه جيده ابويا. دابا الخروفه شحال خاصها تذبح العمر ديالها؟ 6 شهور الفوق، 6 شهور الاخوان الفوق عاد كتذبح البهيمه. هذه خاصها تكون عندكم معلومه ناضيه. بشحال دازت هذه الخروفه هذه دابا؟ ها؟ 91 اللي معطيه بثلاثة، 91 اللي معطيه 30 30 الوحدة، 30000 الوحدة الخوت. وقدين غير هذا؟ مازال ما كثير. شحال بغيتي انت؟ بغيتي 35 لجاب الله. بغيتي 35، بغى 35 الخوت، الله يبارك. بشحال دازوا هذا الخير اخويا؟ شحال دازوا؟ هادو 93 هادو 93 بجوج، 93 اللهم بارك بجوج. وكاين حتى الماعز الاخوان في بجعدة. هادي الخوت ب 24 اونص جملة، 24 اونص. السيد شاري العيد الاخوان، هذا العيد اللهم بارك. خويا شحال خديتي هاد الخير هذا؟ 74 الخوت، 74 اللهم بارك. الاخوان هاي الخروفة حتى هي موجودة في بجعدة الخوت. غنسولو على الثمن ديال هاد الخروفة شحال دايرة؟ شحال دايرة خويا هاد الخروفة هادي؟ 45 45 الخوت بهاد القدره الخوت، 45 اللهم بارك. كيف كتلاحظوا 45 اللهم بارك اللهم بارك الاخوان. هاد الخروفه هذه معطي فيها 54 اللهم بارك، راه حولي تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن، راه مليحه ومتكتكه الخوت اللهم بارك، والله يجعل البركه. بالنسبه للناس اللي بغات تقضي الغارات ثاني في السلاله الصفراء، تجي تقضي الغارات راه الثمن كاين طيح شويه، اللهم بارك والله يجيب لك التيسير ابويا. السلعه المويانه الاخوان راه كاينه بزاف تبارك الله في بجعده الخوت، اللهم بارك. شحال الثمن ديال هذا الخير هذا تبارك الله؟ 58 58 الاخوان الله يبارك. سلعه زوينه ما شاء الله ب 58، والله يجيب التيسير، الله يجيب التيسير اخويا. خروفه مليحه تبارك الله ما شاء الله، وراها متكتكه شو تبارك الله الخروفه، خروفه تبارك الله. ها الله يجعل البركه، راه مليحه تبارك الله. غنسولوا على الثمن ديالها، هذه كتب لي خروفه قداريه تبارك الله. خويا شحال الثمن ديال هاد الخير؟ 60000. 3000 درهم، 3000 درهم الاخوان اللهم بارك اللهم بارك الخوت. ولكن راه خروفه خاصها الكرون وتولي حولي، اللهم بارك. اخوان ها هما خروفات ثاني ما شاء الله بالجعديات اللهم بارك. شحال الثمن ديال هادو؟ 54 الاخوان، 54 والله الله يجعل البركه. هذه راه خروفه مليحه ومتكتكه الخوت، شو الظهر ديالها قداش شوف تبارك الله، يعني فات تقليبه الاخوان ب 54. اللي عنده 54 علاش ما يعيدش؟ راه يعيد الاخوان الله يبارك اللهم بارك. واحد السليعه زوينه تبارك الله ما شاء الله، غادي نبارطاجيو معكم ان شاء الله باذن الله الثمن ديال هذا الخير هذا تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. السلام عليكم. السلام عليكم خويا، بخير كلشي مزيان؟ شحال هذا الخير هذا تبارك الله؟ 75 اخويا اللي عاطينه، 75 اللي عاطينه الخوت، 75 اللهم بارك. زوينه ما شاء الله، وسليعه نقيه بالجعديه داكشي يا سلام. وها هي القداريه ديالها 75. بالنسبه للسوق كيفاش داير مع الصباح؟ السوق زوين اخويا، السوق زوين مليح المليح ياك مليح. الله يسخر لك، الله يسخر لك اخويا، الله يسخر لك. السلعه توريك ها؟ السلعه مليحه تبارك الله ما شاء الله. 43 الخوت الله يبارك. السلعه ديال بجعده راه فاهم يدار الخوت بحال هذا، راه السرديره ب 60 الخوت الله يبارك. 43 الخوت و 500 ريال اللي عطاو. واحد السليعه ما شاء الله تبارك الرحمن ديال واحد الكساب. دابا غنسولو على الثمن ديالها شحال؟ كتب لي سليعه تبارك الله ما شاء الله زوينه الجمال والزين تبارك الله، كاين والقدر كاين كلشي كاين تبارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيداير بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. صحيحه؟ لاباس لاباس عليك الحمد لله. وشحال داير هذا الخير تبارك الله؟ راه حنا تنحقوا الساعه رجع لينا السوق ياك. أوه. رجع السوق، رجع رجع اللهم بارك. قول لي شحال الثمن ديال هذا الخير؟ ما عطاونا حتى حاجه، هو كنا تنحقوا ما عطاوك والو. كاين هو الشاري، السلعه كاينه تبارك الله. الشاري ما كاينش، الشاري ما كاينش والو. السلعه الاخوان راه تبارك الله ما شاء الله. صباح السوق عيان، صباح السوق عيان عيان عيان، ما كاينش الشاري والو. تقول الشاري واش كاين؟ شوف ها لا اله الا الله، ما كاين لا جمال لا لا عياد لا والو والو. هاد الساعه ما كاينه حتى حاجه، السوق واقف واقف.
السلعه موجوده. السلعه هي واقفه موجوده. هانتوما الاخوان راه السلعه كيف قال لكم راه موجوده تبارك الله، والسوق راه عامر تبارك الله، والغلم كاينه وما كاينش شاري والو. هانتوما الخوت الله يبارك والله يجيب لك تيسير. بالنسبه لهذه السلاله هذه مقارنه بالسرديه شحال الفرق بيناتهم؟ دابا كان شويه الثمن كان دايره بحال هذه، كان دايره جايه فايته 70 اللي هي، ولكن اليوم ما عطاونا والو. اليوم ما عطاوك والو. هذا القدر هذا كان داير 75 قلتي؟ واه 75. اللهم بارك في في الاسبوع الماضي الاخوان كانت 75، دابا كيف كيقول لكم السيد راه رجع عليه السوق، يعني ما كاينش الشراي، رجع السوق هي ما كاينش اللي كيشري من عندك وما كاينش اللي كيعطيك الثمن. صحيح ياك، هذه هي اللي ما تقول والله يسخر لك الامور. الله ما أمين. وبالنسبه لهذه السلاله البجعديه اشنو كتاكل في العلف ديالها؟ كنعطيوها الزرع والذرة وكنشريو ليها البال وكل شيء. كل شيء من السوق. الزرع والذرة والبال الاخوان تبن ضروري. كل شيء من السوق. وكل شيء من السوق. كل شيء من السوق. الله يجيب لك التيسير. امين. الله يجيب التيسير. وبالنسبه لهذا فرادي الاخوان عطاوه 75. 75 الله يجعل البركه الاخوان. اللهم بارك. مقارنة بالصر ديال الخوت راه هاد حتى هي راه كتعد من الغلم الزينة والغلم اللي ناقصة شوية في الثمن. بنادم يقضي الغرض بهاد السلالة هذه، واعرة ودايزة اللهم بارك وزوينة، والجودة ديال اللحم فيها واعر. شو هاد الخير ما شاء الله، هذا بلد ديال الخوت تبارك الله. غنسولو على الثمن ديالو، شحال داير هاد الخير هذا تبارك الله؟ 61 الإخوان، 61 اللي داير هذا ديال كساب ديريكت باغي يبيعو ب 61 الاخوان 61000. ها سيدي مروان عاشق الزين ما بغاش يبيع، باغي يشري. والله ما بغا يبيع ليا. باغي يشري. عدل. بشويه 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 مروان. الله يبارك الله يبارك. قلت لكم مروان كيمشي للزين، راه ما كاينش اللي كيقد على هذا الزين هذا، كيخاف. ها كيخاف بزاف ديال الفلوس. كيخاف. ها انت الخوت مروان راه كيدير حواله ملكيه اللهم بارك، هذا حولي ملكي تبارك الله بالجعدي. تحياتي الناس ديال بالجعد. شحال قال لك هذا؟ عطيته 310. عطيتيه 310 ما بغاش. ما بغاش 310 فيهم بجوج الخوت. هذا 310 بحال 155 لواحد. 155 لواحد بحال الاخوان، 155 لواحد اللهم بارك. ولكن راه حواله مالكيه. واحد واحد ديته دابا عرفتي قداش؟ خديتي شي واحد؟ غنمشي نشوفوه. غادي تشوفه. يلا نمشيو عنده. هذا 155 لواحد ولكن راه حواله مالكيين تبارك الله. وترك واحد القاطع، عرفتي شناهي قاطع؟ قاطع على الكسابه، كتاخذها المليحه. كتاخذها المليح. وتبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وانت هذا الخير تبارك الله، هذا الخير كيتواجد في المغرب اللهم بارك. سي ولا ما سيس؟ اللهم بارك تبارك الرحمن. ما كاينه راه السوق، راه السوق هو اللي تندي انا. راه السوق الاخوان عزيز عليه راه السوق، قلت لكم الشباب المكافحه يعني كيتقاتل الاخوان باش يحضر هذا الرزق هذا من عند الكساب اللهم بارك ويربح فيه شويه. الله يسهل عليه، الله يسهل عليه الاخوان. حولي مالكي تبارك الرحمن اللهم بارك. بالنسبه لهذا قول لي شحال خديتيه، جيني من الاخر. 11000. 11000 درهم. 11000 درهم الاخوان اللهم بارك. ولكن يستاهل ولا ما يستاهلش؟ يستاهل اخويا. يحولي حولي. وكان سردي شحال يجيب؟ هذا يجيب واحد جوج الملايين. سردي يجيب جوج الملايين. وكانت غير الزويويقه هنايا شويه كحله هنا وشويه كحله هنا يجيب الثمن تبارك الله. حولي مالكي، حولي مالكي يا الاخوان اللهم بارك. سوبر. والسوبر مطبوع سوبر ياك؟ سوبر هاي الاساس. ما كاينه السوبر اخويا. الله ياه سوبر اخويا. سوبر صراحه. وهذا الاخوان راه كيف كنقول لكم راه هذه السلاله بالنسبه للناس اللي كتعيد بهذا القدر راه كتعيد به. اللي قادره على هذا الثمن هذا راه تعيد به الخوت. الله يبارك. كبيره. وسليعه زوينه وتبارك الله عليك. الله يحفظك ليا. تبارك الله عليك. وبالنسبه للماعز الاخوان في بالجعد راه موجود تبارك الله ما شاء الله. هادو معزات حلابيات اللهم بارك. شوم هادو ديال الكسيبه هادو ما شاء الله الجمال ما شاء الله. بويا شحال الثمن ديال هاد الخير هذا؟ هادوك اخويا دينا 56 و400. 56 و400 باش داهم بويا. الله يجيب لك التيسير فيهم. الله يجيب لك التيسير. موجود الماعز الاخوان الله يبارك، موجود الماعز بالجعد. ها انتم هادو ديال الذبيحه الخوت، هادو ديال الذبيحه. غنسولو على الثمن ديالها. السلام عليكم، شحال لهاد الماعز هذا؟ خويا المعزه عطاها 22 ديك السلعه. 22 هذه راه دايزه للذبيحه الخوت، دايزه للذبيحه ديال العيد. شاريها العياد. ديال العياد ياك؟ شاريها
22000. 22000 باش دايرها الخوت، الله يبارك، زوينه. ها هو واحد العتروس تا هو عيادي، غنسولو على الثمن ديالو بالنسبه للناس اللي كيعيدوا بالعتارس الاخوان، الله يبارك. شحال الثمن ديال هذا الخير هذا؟ 28. 28 الاخوان لواحد، اللهم بارك. 28 1400 درهم والزين، الله يبارك. لا زوينين ابويا، الله يعطيك الصحه. ناضين تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيعيد بالماعز راه 24 الاخوان ويقضي الغرض. انتم الاخوان بحال هذا دابا راه شاريهم واحد عياد تقريبا، شوح عتروس ناضي اللهم بارك، وسمين الجوده اللهم بارك. وهذا السوق هذا راه معروف الاخوان بالعتارس. السلام عليكم، هذا عيادي هذا؟ عيادي. شحال الثمن ديالو؟ 28 الاخوان، 28 الماعز، 28 في بجعد اللهم بارك، وقداري اللهم بارك، راه مليح تبارك الله ديال العيد. جود الاخوان الماعز، ها هو ها هو ثاني واحد جدي، ها هو واحد القداري تبارك الله، اللهم بارك. ثنياك عاتني الاخوان، والله يبارك. شحال الثمن ديال هذا الخير هذا؟ 46. 46 الاخوان، وانت راه قداري تبارك الله ما شاء الله، مليح هذا. ماعز الاخوان موجود تبارك الله، موجود تبارك الله ما شاء الله. وكيدير بخير، كل شيء مزيان صحيحه. قول لي هذا الخير ديال درويش ياك؟ ديال درويش هذا، ديال ساط هذا ياك. شحال الثمن ديال هذا اخويا؟ 26000. 26000 اللهم بارك. الماعز ب 26000 بالجعد اللهم بارك، اللهم بارك. الا بغى شي كيدير السوق ديال الماعز اليوم اخويا؟ شويه. الله يجعل البركه، الله يجعل البركه، الله يحضر البركه. هذاك الشيء اللي كاين، وهذا مليح. 50 ل 60 بحال هذه ياك. 26 الله يجعل البركه، الله يجيب لك تيسير. العيد تاع درويش هذا. هذا العيد ديالاش؟ ديال درويش. ديال درويش، العيد ديال درويش الاخوان اللهم بارك. الله يسخر لك فيهم. اللهم امين اسيدي. انا واحد الخير الله يحفظك. شحال الثمن ديال هذا الخير تبارك الله؟ 12 قل 200. 12 قل 200 الاخوان، 12000 قل 200 اللهم بارك. وهادو دايزين العيد ياك؟ دايزين. ديال العيد هادو. ديال العيد. ما شاء الله. 12 قل 200، 12000 الخوش. الله يبارك. ما شاء الله. والله يجيب لك تيسير. امين. الله يجيب لك تيسير. اللهم بارك. كان هذا هو السوق ديال بجعده الخوت، فيه سليعه زوينه ما شاء الله، فيه الجوده ديال اللحوم اللهم بارك، راه معروفه بجعده الاخوان باللحوم ديالها الصافيه اللهم بارك. كنتمنى انني شديت لكم بعض اللقطات او بعض الاثمنه ديال الخرفان والخروفات اللي كيتواجدوا في السوق ديال الخميس بجعده الاخوان اللهم بارك. واي واحد يقدر يعيد بالسلاله الصفراء اللي هي السلاله ديال بجعد. وبالنسبه للثمن الاخوان مقارنه بالسردي، هاد الثمن هذا كاين ثمن مرخف شويه، تقريبا 500 درهم حتى 1000 درهم الاخوان ناقصه في الخروف مقارنه بالسردي والغلم الصفراء الاخوان. والغلم الصفراء حتى هي راه دايزه للذبيحه الاخوان. حاولوا تجوا للسوق ديال بجعد تقداو السلعه، كيكونوا حواله واعرين والسمونيه تبارك الله ما شاء الله. حاولوا تجيو السوق ديال بجعد، وديما شعارونا والله يغلبنا عليهم. ولكن ما تنساش الاخوان على التعب، دير معاك لايك كومونتير والبارطاج مع اصحابك. وكان هذا هو السوق ديال بجعد اللهم بارك. السوق راه عامر الاخوان والسلعه واقفه، يعني ما كاينش الشراي، الشراي قليل الاخوان اللهم بارك. حتى اللي كيبيع ويشري ما شاريش الاخوان، يعني السلعه راجعه اللهم بارك، وكاين ثمن زوين. والله يسخر الجميع، وبغينا كلشي كاع امه محمد تعيد، هادشي اللي بغينا. وتحياتي لكم من بجعد، وتحياتي الناس ديال بجعد كاملين، وما كاينه سوبر.